الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من أدلة صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وقوع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. أمشي نعلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام ذمشي يا ربي والأمة بزاف الحواشتين على المشي سيوث مشي سعشرة. دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 دليل. أي من بين الأدلة هي مسألة أنه كان عليه الصلاة والسلام يومها يخبر عن أشياء ستحدث، سواء في أيامه أو بعد وفاته أو في آخر زمان هذه الدنيا. إلا مديني ما ثند شريط طويل تارت راحت زم سوالنو ودي طرعين الدنة نغذن بعد مرض مثل مثلا دشارت الحمد دشار الزرب ومن بعد مريم مثل صلى الله عليه وسلم أمي الموت إلا ضشي قلان اختلاف الصحابة وكذا وكذا. كذلك من تلك الأخبار التي تدل على صدقه وأن مصدره يعني مصدره في أخبار فيما يخبر عنه والله جل جلاله الذي يعلم الغيب هي أشراط الساعة، هي ما سيحدث في آخر الزمان. الساعة يعني يوم القيامة واليوم الآخر، والإيمان بهذا اليوم هو ركن من أركان الإيمان. ويتما قرام ذا المؤمن ألا ما يؤمن سوسنيك شافك الدنيا تيتفك الحياة باش نبذوهم أين تغين. اليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان، ولهذا رب عز وجل عد من ينكر يوم الآخر من الكافرين، ولا يؤمنون باليوم الآخر، ولا يؤمن باليوم الآخر يعني ويم ولله رمض المؤمن. فاليوم الآخر الإيمان به ركن من أركان الإيمان. جاي واي الناس يقول يوذا بالله تقذر صحبي ربي متزلى وتزمه أخدم غل خير، ولكن ما نهيك ما زالوا كنت واقنع غارة لغو من غارة أنه قد يسوس لي قشات حمس الدنيا تايم وذي جمع ربي غاك وذيك عاشر في الأسك نثني حسب أسنين وخدم تكرا. لأن هذا الإيمان هو من الإيمان بالله، هو من التصديق لكلام الله، وهو من التصديق بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ودنا نرأس التي لتيوري النظريات الحديث العلمية اللي قارن بالليك أين نتوالى وين نسعى الحساب وين نفهم قوانين الكون يمكن تدوم أنه ديس ويسكو شديفك أكيد قارن كل شديفك. القانون الثالث يعني من الترمو حرارية هدر نكس الظهورية، قلنا هو ركن أركان الإيمان باليوم الآخر. الذي دعاني إلى أن أكلمكم هذه الليلة في هذا الموضوع هو كثرة ما نرى في زماننا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيحصل في آخر الزمان. سمع شطرتك يميني إيق صحن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصولت كامل دفت عيشة شيء تولد سنة يا سبحان الله وقيلوا دقي مكرا وقيلوا دقي مكرا أين الدهضرك الزريث. جمعت لكم اليوم 6 من العلامات التي لا يختلف فيها اثنان سن ولا ينتطح لها عنزان أنها نراها موجودة وحصلت ولا ينكرها أحد. 6 الحويش ذكية تنار الدهضرة دينت الحاجة الصح شوية زشيك دنيا. وبالمناسبة يوش يذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل ربي سبحانه أخبرنا اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لاهية قلوبهم. اقترب للناس حسابهم يعني وسنق شافك الدنيا وانس وضغي الحساب يقربض بزاف من الدنيا ويخدمنا الحساب يوكل. فهذا ربي سبحانه وتعالى يشير وينبهنا إلى وجوب التذكر والتأمل، إلى وجوب استحضار ذلك اليوم لقد عدى من الملك وسنه، وإلا لا معنى هذه للحياة. و
والنذر الإيماني الذي تؤمن به مادام طمنت أنه ما يسوى اسمي إلى قاعد قارت قلبي إلى قد تصوت الأخبار أنه يعني يقرب يقرب مليح. فهذا عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله قال بعث أنا والساعة هكذا وأشار إلى إلا تسمي دي شعر قبر ورغل هذا دي شدي قبل بشر تنكر الدنيا هذا بشر تنكر الدنيا ثورة من الله ويني قلاني فغل عقليس نقال كني أني فغل عقليس لن كليك السمي السنة لاعتراض الكلام من يمو السوارة إيش أطي تهدر من مدن في الآخر إيش أطي تهدر فيهين هذا رضي في كاتس من أوم هذا الكلام الشيخ قد يهضر في الآخر الشيخ يهضر في البنية ويتضي يهضر في الخدمة كل يوم بشان يهضر وذي ولا لا يهضر المرة ثم الأمر الثاني وما أدريني مثلا دشاري لي دشاري طروا لأنه ربي من نادن لي محمد الناد من قاري الغاشي قيم في كانك خامو تفاثرة ثم يعني الغاشي ما يفشي ذي تحكمك صباح العشاء سألنا عدين كني يعني سأل يعني من كرثورة الشيخ ناس كذا وكذا مثلا أمامك السأل هذا ويك سلي ولا ربي ذنبي أين هذا الذي يصل ويلتزم ويمتثل قل قليلا فلا لا تسلم تعالى من وتسلم لا ظرني وكتم غنى فربي جل جلاله أرادنا أن أراد أن ينبهنا أن ذلك اليوم العظيم الشديد الهول الذي سينتظرنا عارضين ينتدوا مرة من شدة وهولها كيف غصيد ربي أن نعلم أنه أثني قرب دمليح على عدك إشياء عدك علامات مرات تنظرين كيف الدوس الخبر أنه قرب 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 وسن دمليح الحاصل قلت ستة علامات هي من علامات قرب الساعة يعني قرب قرب دمليح أنه سيد ربي أن يجمع الناس أولها ما صح في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأكل كما يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى بصعتها قال قائل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بلى ولكنكم كثير قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب أعداء عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت إند أريج معنا ربي غيلاس المصدر ميوث ذا شو أن العداء للإسلام والمسلمين يكاد يطبق عليه أهل الأرض أذن جمعنا في الدين يمضي نسلما يكيدون ويحاربون بمستطاعوا من قوة ومن عقل ومن علم ومن جغرافيا ومن تاريخ ومن تكنولوجيا ومن إن قش زمرن أكون حربن وحربن الديني حكمة من الله أرادها نسيك الظلم فشو ولا شك أننا في هذا الزمن إني تدور ثم وتهين سلمنك ودي قمارا وتقيم دارا مكيا إذن دك كان بليك كان أرض فرس أعداء الديني ورجين دشار الخدمة ماشي دعني وسا يعني بعد نعذر نعذر يعني قبل تلتقرون كيكميث بذا الحملة الاستعمارية مراقب سلمان أول ما بدأت على الدول الإسلامية عند لني سلمان إلا هو ولا ربي يعني وحكمه ولا ربي قال من ده أدخل من الشغل هذه تذكر استعملوا معنا العنف استعمارونا ثم شتتونا دويلات كل يوم كان كيمتها سوق الرئيس ثم فشوا فينا أو أفشوا فينا التغريب أن تخميم استخمام سلم المنجدين وفي الأخير جعلونا رهينة بين أيديهم أذنوني ما يسقط عرض سقطر نكي يرهدي الخيرة الخير السنسي يتساوي ومع من سقطر يرهدي سقطر نكي هذا أربعة مراحل مروا عليها حتى تحكموا فينا كما هو الحال الآن أرجيني شاخد من زينة جوا بحرا أرضا سماء هواء أرجيني كلام
فهذه الحرب الشرسة الهوجاء على الإسلام والمسلمين هي في الحقيقة من علامة الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا بها صرف شو حتى لا نستوحش، حتى لا نعود إلى ديننا باللوم. سنقض ديننا في صوت وكاش يرجع يهضر دين فينا ندى ديوت والسنين ابتلاء وامتحان من الله لحكمة الله عز وجل أرادها. فله لا مسقر دين جدينا إلى العبس والجربة الجان الدين ونجان رتركي الجان الدين نزل الله مجان تتركي. فإلى قصفه نطلنا الذي أرادوه منك وحاربوه ولم يتوالوا في ذلك هو هذا الدين الذي وفقت له واصطفاك الله بأن جعلك من أتباعه. والله يتمسك مش يتمسك ويسي. فكثرة أعداء دين الإسلام والهجوم على الإسلام ومحاربته بكل شدة كذا هي من علامات الساعة. ومن تحكم بمحمد صلى الله عليه وسلم في الحديث أني أنظر في التصيص بكم أسمين لقنا سين وذي لني أنا وين الخريطة بدن كنت زمان كمية تساوي تكيار شا تساوي تكيران وين تساوي تكيران. يوشك أن تداع عليكم الأمم أي تهجم فتتسلط عليكم وتأخذ حقكم إن الدم ويني قلنا كيان فجمع ثري نجمعنا ومجلوبة كيان من الخير نجمعنا كن باش يتجس هذا أكل لكم الخدمة في آخر الزمان. وهذا الذي يرى كل مخططتهم إني قاعدنا التنطوذ وإني قاعدنا تربية الأطفال يونيسكو كل كانت ما تقرأ هذا شيء يخدم فاش يعني غادك سنكاي ماشي صورة الإسلام الريحة ينس العقول شي لا يوصف. ولهذا قال قائلهم قال لو حاربنا دينا غير الإسلام بمعشار ما حاربنا هذا الدين لم يبقى في الدنيا. إن دلو كان أنديزيام كان كي عين حرب دين الإسلام أنديزيام كان سيس حرب حد الدين يدول هو القديقي بكرة هم يحاربون يعني ربي سبحانه وتعالى دينه ينس مشيين ونقل حد ويغي قبغام الدنس تبع في الأخر الزمان. ولهذا كلما حوربت مكة وكلما حورست حوصرت وسع لأنه ربي سبحانه الدين يسيد سجتي سدون. فهذه العلامة ظاهرة للعين أجقم ثلاثة مرتين سلمن ولم يدخلها الهمين دو حارب الاتفاقيات ودو حارب المعاهد ودو حارب بكل شيء بالخارج ومن الداخل ومن أبنائها وبألسنتهم وبألوانهم في كل شيء. العلامة الثانية من علامات الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منها وهي واقعة اليوم والناس يشاهدونها صباحا مساء
هي مسألة أن القوي يأكل الضعيف. سلام القوي يأكل الضعيف. قانون الغابة الوضلجة. وينك زوار نيكرا ولا تحف وايد. أم قرن حوث أم قرن يتتنزيل. في كل على كل المستويات وفي كل التخصصات. ومعنى القوي يأكل الضعيف المعنى ينس أنه أذي غيب العدل وتغيب الرحمة. أذي غيب العدل وتغيب الرحمة. بمعنى شتين صعيد تمسلم شتين سنينك مدن صعيد تزيد فلان عند تروح تدور في الليل. ماذا ويني قلنا المسكين أوري السلحة أوري سعى ليس مسكينك تعيش ويريد الحركة. بمعنى الحاجة مي قلنا شتي أولى بها من غيرك إزواري ويت وتساه النار لأجل معيار الجاه أو المال أو المنصب أو القوة. وهذا على مستوانا يعني فيما بيننا وحتى في الخارج. حتى في الخارج وهذا يشوش يتوالى أتالي تتخذ ونشوف تسر النكاين النثو تطغل اكتفاء الذات ينقير دنا البترولي اللي يحسي يحبس لا عندي ثرح تتعطيك يا نفسيك نجمع عند فلاك ألا مسو لتكاين نفسيك نتصنا لا هذا عيشة كنت بغيب سدوث كدج ويسهوث هركا طيب فاضيك يكرس بشغل العيش على مستوى المحلي وعلى مستوى الدولي أنت ضرعت القاعدة العامة التي لا تكاد تخطئ هي أن القوي يكون الضعيف. روى أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا عائشة أسرع أمتي إن قومك أسرع أمتي لحاق بي لحاقا. قالت فلما جلس فقلت له يا رسول الله إنك لما دخلت علي آنفا قلت قولا ذعرني. قال لي وما قلت؟ قال قلت وزعمت أن قومي أسرع أمتك لحاقا بك. قالت وماذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام تستحليهم المنايا أن يهجم عليهم الموت هجما. أتسمتت نكس محل عشس بالزف وطول نارا ملكن ألم ما دين أظرني يروح دي قمارا. قالت قلت يا رسول الله وما الناس يومها أو ماذا الناس يومها؟ قال عليه الصلاة والسلام يكون الناس يومها دبا يأكل شدادها ضعافها حتى تقوم عليهم الساعة. الدب إذا شوثر هو الجراد قبل أن يطير ما ردي له لكن ما زالوا لي سعارة نفر ولكن بشري فرفر معنى ما ردي روحك أيه وندبه وما في جنيك ونشو شري أري الول. بمعنى أن القوي يأكل الضعيف وينادي الناس يومها بمعنى سينتشر هذا الأمر ويفشو فيه أنه من قرى وينيك صحانيك زمر ليك قوان وريخ دمر الحساب يقطعف وريخ دمر الحساب وينيك طعف. وهذا في كل شيء في التجارة في كل شيء إزمر كان يونيك يرى الله مخمم فايت. العلامة الثالثة هي ذهاب الصالح أتمتث من زفلك صلحا وتغيما يرعب. ذهاب الصالح من علامة قرب الساعة. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقوم الساعة حتى يذهب الله بشريطته في الأرض فيبقى حثالة من الناس وفي رواية يغربلهم غربلة فيبقى منهم حثالة
مرجت عهودهم وأماناتهم حتى يكونوا هكذا، في رواية ثم يختلف حتى يكونوا هكذا، وشبك النبي بين أصابعه حتى يذهب الله أو يذهب الله بشريطته في الأرض. الشريط قالهم أهل الخير والصلاح، المؤمن المؤمن يمكس عن النية أتمت أثنك وهي توي ربهم بالخف سبحان رب العظيم يوصي طعم طرح من كر صبحين روحا. ولعلكم زرم نجبوث بزاف الكورونا، والله أول ما تسمع كي يصير يا سبحان الله حديثي النبي دي من قروا منه ذهب الصالحين في آخر الزمن. والعلامة الخامسة من علامات الساعة التي كل الناس يرونها اليوم، كل الناس يرونها اليوم، كثرة موت الفجأة. يا سبحان الله في عز الشباب وكمال الصحة والقدرة اكدي مزيانة تعمل في ديسي صباح الفيسبوك 30 28 30 32 17 20 25. سبحان الله ناويني قزول نقول عزوك ناقل الخميس هدي يفعل طابلو النير وبعد قال أود طلع غير اسمه 30 35 42 18 19. الله أكبر، هذه من علامات الساعة إن صح الحديث، اختلف المحدثون في الحكم عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة كثرة موت الفجأة، بين يدي الساعة كثرة موت الفجأة. هذه فرنسات مطوطي السدرياس استنوبين الديم الله الديم الله أجدين يغيطوا لي ذين غير الله يتلي السيدة حكاية يوم إن أنت سمعني قاعدة نقف عيف لأني هذي صيد عشان يني صيد ديذنا تسمح نكر دينا دا تسمعني وزكوين إن دا من دا ثانيا من هنو ميلا هذي رقعت الله. هذه من علامات الساعة كثرة الفجأة. والعلامة السادسة عاتني ما كده الصحة شيخ نعيد الحاج والله هذي نادي ناتي كده الصحة. العلامة السادسة من علامات الساعة التي سيم لش ونقدر نعرف اللازم تقارب الزمان، تسد الجمعة وروح الجمعة، تسد الجمعة وروح الجمعة، شفاف الجمعة كان دين فشل جيف شفاف الجمعة كان عندين شفيت يوقف إلي وغرس 9 سنين تاي الشيخ عندين فلان يموت أسنى أخي عميني كي يموت ند 17 سنة مي يموت قاعدة نسقسني. الناس كلهم يتكلمون ويشتكون ويتعجبون لهذا التسارع العظيم ولاش. لهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، في رواية تسارع الزمان، فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة يعني الأسبوع، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون والساعة كاحتراق السعفة. مش اللي كان خلاص لكن أعوس ويعيس قتل هذا قد حصل الساعة هذا شو ما قراصي نصر أهل قرارة رمضان أسحس الساعة عجيب أمر عجيب ونشفى رعيف لشي الخدام ما تقلت كيام 10 سنين أيام إسقس النيق دمي دمي أمنينك دمي لكذا سوا طرواك 4 5 6 سنين والله ما شفيت عاد جمل تكن ولا شي حاجة كبيرة. هذه من علامات الساعة تقارب الزمن. إيش معنى تقارب وتسارع الزمن؟ قد يراد منه المقصود منه أنه تنزع البركة. أتفرط الصباح تقضي شغليك وتقطو طعام زيك أتفطر مع شوالة قبل الطهرة عند الله ترى يوم شوالة تقيم دي السمانة ولاش ولاش أتفرص دصح ليك البركة في الوقت ولاش. وهذا على كل حال ماشي كرسك كنزي ولكن تورث لنا. والمقصود منه كذلك من حديث تقارب الزمان لعل ما وصلنا إليه اليوم كتميل كيلومتر تخلط قربعة سوية هناك 3 سوية ونص قربنا كده سوية عدو السال أين أظن زيكي شهرين 3 شهور درات خلط قربعة سوية. هذا كثير من العلماء جنح في تفسير وشرح الحديث إلى هذا المعنى من شدة التكنولوجيا إذا قوات تطور من قل داين القارات كالدول العالمي كل يقل قرية صغيرة. فهذا التقارب ينبئ ويدل على أن اليوم قد دنا أجله
واقترب وقته فماذا عددنا؟ العلامة السابعة كواكل بعضكم استعنكم درجة السبعة. العلامة السابعة المنتشرة فيما بيننا بكثرة هي كثرة شهادة الزور وكثرة كتمان شهادة الحق. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين يدي الساعة كثرة شهادة الزور وكثرة كتمان الحق. والحديث الصحيح صحيح الجامع بين يدي الساعة كثرة شهادة الزور. ماشي رأيك دي من أقاعد ورث لم يرغ يا شهاديت كانت على نوع اكتبتي غي يتمتوطي وشو تصير تنظري توري لي الله هارم أخر المسمعني ورقص ديك الشيخ يدنو فان فستنية تصي ورقص تنطوطي يتسود ديكلاري غبا بس ورس 21 سنة عورسي تخدم الله أكبر إيه قرسي القاضي نيم صحن كين وغير وش قالوا لا يحمي المؤفري عادي لي سامعين أروح شيء شفت شيء دم قران ويهم بيتي خدمان وين تيه مس زوار ناس شران يغزل عن ناس يبغى عجيب عجيب شهادة الزور السق لحية الله وما جي شهادة الزور كان التي هي من أكبر الكبائر حتى اكتمان الحق حتى اكتمان الحق السنيتك أخي طلع كل زمان نهضر كل شيء تسوي على تنظر أروح ثورة هذه اختوني قرية اسمك رب قروي أي لم شيء ما اكثره هو الواقع حقيقة يسولي تعلم في الحياة النوم هذا دليل على أنه أدق مرة بزاف والله يقيم بزاف هذا يجمع بجلس على كل حال ما ماشي غاسا زك ما ماشي غاسا كما سلدا زك المهم هذه سوى سنيا الله بيقع من أي وقت ولكن هذه العلامات والأمارات والأشرار هي تذكرة للمؤمن هي تذكرة للمؤمن حتى لا ينسى ذلك اليوم وحتى يتأهب ويستعد بيستطع له لأنه هو كامل لك الدنيا ثيين فيوشر من العجب. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ونسأله سبحانه أن يردنا والمسلمين الذين يردن جميلا ونسأل جل في علا أن ينصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.